السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب الرسول تاج مسموع نقدم لكم حلقة جديدة من حلقات من امهات المؤمنين، قصة السيدة عائشة بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر في سنة 2 هجرية بالمدينة. كانت رضي الله عنها بيضاء ويقال لها الحميراء، وهو وصف للمرأة البيضاء المشربة بحمرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها حبا كثيرا، حتى أنه سئل من أحب الناس إليك؟ قال هي. وكان فضلها رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد ابتليت رضي الله عنها ابتلاء شديدا كان يعصب بحياتها بحديث إفك، وانقطع الوحي في محنتها، وكانت كل ما اجتمناه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا تثبت براءتها، ولكن سرعان ما نزل الوحي من الله ببراءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. خرجت في موقعة الجمل وندبت ندما شديدا، فكانت إذا قرأت وقرنا في بيوتكن تبكي بكاء حتى تبل خمارها. قالت رضي الله عنها قد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم ابنة عمران. نادى جبريل بصورتي حتى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني، وما لزواج بكرا غيري، وقد قبض ورأسه في حجري، وقد قبرته في حجرتي، وقد حفت الملائكة بيتي، وكان الوحي ينزل عليه وفي لحافي وابنة خليفته وصديقته، ونزل عذري من السماء، وقد خلقت طيبة من طيب، وعدت مغفرة ورزقا كريما. الحكمة من زواجها في سن صغير. زوجها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم صغيرة لأنها كانت ذكية فطنة، وتمكن من حفظ ما يقول وما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبلغه للناس، لذلك هي أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحاديث بلغ مسندها 2210 أحاديث، مما جعل العلماء يقولون عنها أنها أعلم النساء. توفيت في رمضان سنة 57 وقيل 58، ودفن بالبقية عن عمر 63 عاماً.